لأنه كنا شباب. لشباب سوريا، ما منهتم بطرح القضية وبس، لأنه كنا شباب. لازم نتناقش ولازم نتحاور، نتفق ونختلف، أحياناً منصل لنتيجة وأحياناً بيبقى الحل معلق، لأنه كنا شباب. الأهم نآمن إنه دائماً في وجهة نظر تانية. نآمن دائماً في وجهة نظر تانية. يسعد اوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بحلقه جديده من شباب سوريا. شباب سوريا البرنامج اللي بيطلع عليكم على هوا وطن اف ام كل احد واربعاء وجمعه الساعه 6:05 بتوقيت الوطن. اعادات شباب سوريا بتتابعوها كل يوم اثنين وخميس وسبت الساعه 2:05. اكيد طبعا بتقدروا تسمعونا عبر اثير الاذاعه على تردد 90.3 وعبر موقع الاذاعه من كل انحاء العالم. بالاضافه ما تنسوا تتابعوا منصات السوشيال ميديا على الفيسبوك وتويتر والانستغرام واليوتيوب بصفحات وطن FM لتتابعوا البث المباشر. فاصل صغير من رحلة ومنرجع لنطرح موضوعنا مثل العادة ونرحب بضيفنا. حلقة اليوم هي أيضا عن الشباب، بس هالمرة عن الشباب يلي هنن علقانين بالمناطق المحررة. ليش هنن علقانين؟ عم نستخدم كلمة علقانين لأنه هنن إجمالا ما بيكونوا راضيين عن الواقع يلي هنن موجودين فيه. فأي حدا عايش بمنطقة ما نراضيان بهذا الواقع فهو إجمالا بيكون عصيان بهاي المناطق. فهنن بالذات أيضا هنن ما نقادرين بنفس الوقت أنه يرجعوا لمناطق النظام. شو الحل؟ شو الحالة تبعوتهم إجمالا؟ رح نحاول نلم عليها بشوية تفاصيل. طبعا رح ينضم لألي الناشط الإعلامي نذير الجعفر. أستاذ نذير مساء الخير. مساء الخير، حياك الله أستاذ نذير. في استطلاع رأي أجرى مراسل وطن اف ام طبعا مشكورين، سألوا الناس عن مدى رضاهم كشباب عن مكان إقامتهم بالشمال المحرر. شو رأيك نشوف شو كانت الآراء ونرجع؟ تفضل. يلا. اضطريت اني اجي على الشمال كونه قرايبينا كلهم انخرطوا بالثورة السورية، وانا لما بلشت اكبر كانت الثورة مبلشي وما شاركت فيها ولا بأي شكل، وانا بنظر النظام محسوب على قرايبينا وممكن كان ينتقم مني او يعتقلني او تجنيد اجباري او احتياط لو اني ضليت بمناطقه، لهيك اضطريت اني اترك واجي لهون. بصراحة ما قدرت اتأقلم وتعايش هون وبتمنى اسافر، بس الوضع مخلي القصة مستحيلة وانا ضايع هون بلا مستقبل وبلا حاضر. صراحة أنا مو راضي عن مكاني وما بحبه، ولكن بتخيل أني عيش هون وما بشوف أنه مستقبلي هون، ولا بدي هذا الشيء والمستقبل غامض، بس بتمنى من كل قلبي يسافر مع زوجي وابني واطلع من سوريا على الأقل أمان، وكمان في تعليم نظامي وبحسن أمن مستقبل ابني. أنا عايش بالمناطق المحررة وبعرف أنه في مناطق تانية أفضل، بس مقتنع بحياتي حاليا وما عم فكر انتقل لأي مكان آخر. منا أدرس وبشوف مستقبلي هيك، ويا رب أقدر أني أحققه ضمن الظروف هاي. هلا ما في قدامنا غير نقتنع بالمكان اللي نحن عايشين فيه ولو أنه ما مرتاحين، بس أنا كتير بحب أني أطلع وغير مكاني هاد، روح مكان فيه أمان وأقدر كمل دراستي وأخذ شهادة معترف عليها. ما بشوف أنه مستقبلي بسوريا بصراحة، بس ما في بالإيد حيلة. بالنسبة لي أنا كشاب ساكن في مناطق الشمال السوري، يعني رضائي عن مكان إقامتي هو رضاء جزئي. طبعا لأنه ما حدا مبسوط في مكانه، حتى المغترب برا البلد أو جوا البلد أو حتى في مناطق النظام، كل مكان له سلبياته وله إيجابياته. بالنسبة لمستقبلنا نحن كسوريين، مستقبلنا مجهول حقيقة، يعني بكل بقاع الأرض في الداخل وفي الخارج، وعايشين على أمل دائما وعلى أمل الاستقرار وأنه الأمور يعني تتجه نحو الأفضل. أنا ما بتمنى أني يكون ولا لحظة في مناطق النظام أو أرجع عليها خالص، بما أنه النظام هو اللي هجرنا، هو اللي نسحنا، هو اللي دمرنا وقتلنا وخلنا نوصل لهي النقطة اللي نحن فيها هلا. شوف مستقبلنا أنه مجهول، نحن ما حدا بيعرف مستقبلنا خالص. صح مستوى التعليم للأطفال، يعني هلا أنا بتمنى يكون ولادي أفضل من هيك في التعليم، بس ما بتمنى أني أتهجر وأطلع برا بلدي. يعني إن شاء الله ما بعرف، متأملين يصير حال، يصير شيء نرجع لبيوتنا لأراضينا، بس إنه نتهجر الهجرة صعبة كتير.
ورجعنا لكم مستمعينا ومشاهدينا. كنا باستطلاع رأي أجرى مراسل وطن اف ام وسألوا الناس عن مدى رضاهم كشباب عن مكان إقامتهم بالشمال المحرر. أستاذ نذير، شفت الاستطلاع الرأي أو سمعنا سواء أراء الناس، شو رأيك بالاستطلاع؟ والله كان في تفاوت بين آراء، يعني هناك من يعاني من عدم وجود حياة كريمة أيضا هنا، ولا يستطيع أن يعيش عند النظام لأن الحياة أتعس. فإحنا نرى يعني أنه الشباب يعاني، الشباب العالق في منطقة الشمال يعاني من الفقر والبطالة وعدم وجود فرص عمل وعدم استقرار كامل، يعني في استقرار جزئي يعني. فمنهم من يجلس في هذه المناطق يتحين الفرص للهجرة كما ذكر أحد الشباب المشاركين منذ قليل، ومنهم من ينتظر حلا مناسبا، ومنهم من لا يستطيع الخروج من هذه المناطق بسبب عدم استطاعتهم العودة إلى ديارهم بسبب الظروف القاهرة في مناطق سيطرة النظام. ولكن في هذا الجزء من الشمال يشعرون، أغلبهم يشعرون بأنهم مخيرون وليسوا بمسيرون، رضوا الجلوس بالخيم أو ببيوت آجار بسيطة بدل حياة فيها اعتقال وتسلط وظلم، لا يريدون العودة إلى مناطق النظام لعدم قدرتهم على العيش مع جماعة النظام، ويشعر الكثير منهم بأن كرامتهم محفوظة في هذه المناطق أكثر جزء في الأرض حاليا، الأرض السورية طبعا. طب كمان أستاذ نذير، في جزء مهم من الشباب نحن ما بنقدر نتجاهله، أنه هن لا كانوا مع الثورة ولا شاركوا فيها، بس أنه مثل ما قال أحد المستطلع رأيهم أنه انحسب على العائلة وأضطر يكون بهي المنطقة، مع أنه هو ما بده أنه يكون بهي المنطقة. طبعا أكيد أكيد، في هو دائما يعتبر النظام أي إنسان جالس هون وما له علاقة فعلا لا بالثورة ولا دخل بغيرها، محسوب على الإرهابيين كما يدعي النظام. نعم. شلون؟ فيعاقبون هذول بذنب غيرهم أيضا. في فئة كبيرة جدا يعني تتجاوز 30% من فئة الشباب من هذا الصنف. طب يعني أستاذ نذير، مشان نكون أمينين وصادقين بأنه نحن مع الثورة دائما، وأنما كمان المعارضة ما عم تأثر بهذا الموضوع، يعني هلأ الاتهامات عم تنزل شروي غروي على الناس أنه هنن مع الحزب الفلاني والحزب الفلاني، يعني نفس مبدأ النظام إلى حد ما عم بيتم اعتماده به من قبل بعض الفصائل بشمال السوري. أنا معك بجزئية من هذا الكلام وليس بكامل الكلام، لأنه هناك في جهل. ليس كل من خرج على النظام ثائر، لأن الثورة أصلا هي فكرة، فكثير من الأشخاص التحقوا بصفوف الجيش الوطني وغيره ليس لهم أو ليس لديهم دراية كافية بالثورة. طيب، فهذا يشكل عائق أيضا للناس بصراحة، لأن تعاملهم مع الناس هؤلاء سيء، نعم، ويسيء لنا كثوار بشكل عام. يعني طيب، هون اللي عم ياكلها إذا بنقدر نقول، هن الشباب الموجودين بالنص، يعني إن هن لا كانوا مع الثورة ولا نن مع المعارضة فعليا، وعم ياكلوها من المعارضة هلأ بمناطق الشمال بشكل أو بآخر، يعني ما بنقدر نقيس نسبة الرضا رضاهم هن بالشمال، بس إنه هن إجمالا الواقع مفروض عليهم. فبرأيك قدي نسبتهم هدول بنقدر نقول أستاذ نذير؟ والله النسب متفاوتة من منطقة لأخرى، فإذا ذكرنا منطقة درع الفرات فيها نسبة شيء 30% 40% من هذا النوع من الشباب. هي نسب حقيقية طبعا، احنا حسب درايتنا بالأرض. بس ما كل السبب، لنكون كمان واضحين، انه المعارضة او بعض الأشياء السيئة اللي بيشوفوها هي السبب. كمان في عنا مشاكل الفقر، مشاكل التدريس، مشاكل كذا، في ناس شافت أيضا أقربائهم راحوا على أوروبا، راحوا على تركيا، كان مستقبلهم أفضل. نعم. فالمعاناة ليست واحدة، يعني مشان نكون دقيقين بتوصيفنا للواقع يعني. لا أكيد أكيد، يعني هو كل مجتمعة ساهمت بأنه السوري يعيش حالة غربة بأرضه. نعم، هاي كلام صحيح ما عليه غبار. طيب، يعني في حاليا إذا هن عم بيبحثوا عن حل، شو هن ممكن يعملوا بظل أنه هن محصورين بالشمال السوري، لا بيقدروا يروحوا عند النظام ولا من السهولة أنه يجوا على تركيا، وبنفس الوقت ما أنهم رجعانين عن حياتهم جوا؟
طبعا احنا حسب ما نراه لا يوجد حلول في هذه المرحلة بشكل كامل بسبب تخاذل المجتمع الدولي. هلا ولو حلول جزئية يعني. حلول أصبح جزءاً لأنه المجتمع الدولي المشكلة، أما الحلول الجزئية لا تفيء بالغرض كامل، ويعتبرها الشباب أكثر الشباب طبعاً وأغلبهم يعتبرها عبارة عن حقن مسكنة كأبرة الدكلون يذهب مفعولها سريعاً. هي حقيقة، وهناك الكثير منهم ينتظر حلاً شاملاً يضمن لهم حياة هادئة وآمنة وكريمة بعيداً عن الاعتقالات وابتزاز الجيوب والخلاص من اللغة الخشبية، ولكن هذا مرهون بيد الله سبحانه وتعالى، لأنه نحن نرى السوريين بشكل عام شباب وغير شباب أن هناك تآمر على هذا الشعب بشكل عام، سواء الشعب الذي لم يتدخل مع الأطراف المتحاربة أو غيره. طيب هل بتشوف انه هذا الموضوع كمان جائز على المقيمين الشباب خاصة المقيمين او المجبورين على الإقامة بالمخيمات ايضا؟ طبعا نعم نعم ايضا نفس ينطلي عليهم نفس الكلام. نعم طيب برأيك هل في اي جهات او اي يعني جمعيات او من خلال نحن منبرنا هون كيف نقدر نحن او ما بعرف اذا هو هل من الواجب انه نحن نعمل لهم مصالحه مع الارض اللي هن فيها؟ طيب هون راح نحكي شويه نقاط معينه. تفضل. في كثير ناس ذهبت للمصالحات رجعت جثث هامده، وهناك اسماء وادله موثقه على ذلك. وهناك من ذهب واعتقل أكثر من 6 و7 شهور ودفع أكثر من 1 أو 1.2 مليون لقدر يعيش بمناطق المصالحة. فكيف نبعث بشبابنا يعني. شبابنا إلى مناطق فيها قهر فيها ظلم، فنرى في المصالحة ظلم لهؤلاء الشباب. لا عفوا. حتى لو لم يدخل نعم. في نعم. لا أتفق معك، وإنما ما قصدته أنه الشباب الموجودين بالشمال السوري اللي هن غير متصالحين مع الواقع اللي هن عايشين فيه، فانه يعني صار لابد انه نعمل اول شيء مصالحه بينات بعض لنتقبل بعض ونتقبل الارض اللي نحن عليها، بعدين نعمل مصالحه اذا بده يصير في هيك شيء، نعمل مصالحه مع الطرف الاخر. طبعا هاي تحتاج برامج وعمل على الارض. ما بيجي شيء عبث يعني، يحتاج من العاملين من السياسيين من الاخصائيين النفسيين العمل على هذا الموضوع لتقريب وجهات النظر من الشباب الذين لم يتدخلوا بالثورة ومع الثوار ومع الجهات الأخرى أيضا في منطقة الشمال، يحتاج إلى عمل وجهد مضاعف. طب برأيك أستاذ نذير لنكون شفافين، هلأ أكثر ناحية ممكن برأيك أنه هي تكون أثرت على الشباب لأنه هن بيكونوا بعيدين كل البعد عن الحياة أو الواقع إذا بنقدر نقول بالشمال السوري، هل هن الناحية السياسية ولا الحالة الاقتصادية والاجتماعية اللي ذكرتها حضرتك من شوي، أيهما طاغية على ثانية أكثر؟ الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعاناة اللي يعانوها أيضا بالشمال هي الأهم بصراحة، لأن المجتمع السوري أنا وياك نعرف أنه ما كان معد سياسيا قبل 2011. نعم. فالحالة الاقتصادية والاجتماعية هي المؤثرة يعني، كان لها أثر على نفسية الشباب في هذا الزمن. يعني في حال إذا تمت الأمور الاقتصادية صار في أشغال وأعمال وسوء اقتصادية إلى حد ما بالشمال السوري ممكن أنه الأزمة تنحل؟ لا نستطيع أن نقول بشكل عام تنحل، ولكن يحل جزء منها إلى درجة 30-40-50% طبعا، إذا صار في أعمال، إذا قضينا على جزء من البطالة، إذا حركنا شوي التدريس بشكل كامل، إذا حاولنا نقضي على الجهل، كل هذا يساعد طبعا في العيش الجيد وتحسن الأوضاع، ولكن ليس بشكل قطعي. صحيح. طيب يعني حاليا في تركيا بالفترة الأخيرة يعني أكيد حضرتك عم بتتابع في الكثير من المشاريع اللي عم بتتم بالشمال السوري، حتى تم افتتاح جامعات أفرعوا للجامعات لأنه يقدروا الشباب يتابعوا دراستهم فيها، قدي مثل هاي المشاريع ممكن تساعدهم إذا بنقدر نقول، أو ممكن تخليهم يهربوا من الواقع إذا انصح التعبير، ما بعرف شو رأيك بالموضوع؟ والله الموضوع أنا رأيته وشاهدته، إلي أصدقاء كمان هون عم يدرسوا في الجامعات
شاهدت في إقبال مقبول جيد والحمد لله، وكانت خطوة ناجحة إلى حد ما. وكثير من الشباب درسوا، في ناس منهم معلمين وعم يدرسوا كمان بجامعات ثانية. فأنا أرى في هذه الخطوة خطوة إيجابية وناجحة إلى درجة، طبعا ليس درجة كمالية ولكنها مفيدة، ولكن تحتاج تكثيف الجهود والدعوة لتحريك هذا المجتمع بالاتجاه ناحية العلم أيضا. يعني 9 سنوات إذا بنقدر نقول أستاذ نذير كانت كافية لأنه يتدمر جزء مهم من الشباب السوري ويكون عدم متصالح مع الواقع اللي هو فيه. حاليا المشاريع اللي عم بتتم إقامتها فيه كمان منظمات والجمعيات، قد ايه ممكن كمان نحتاج وقت ليعيد الشباب السوري الترميم نفسه؟ والله طبعا تحديد أرقام لا يمكن، ولكن نحتاج إلى سنين طويلة أيضا وليست أيام وأشهر، نحتاج إلى سنين طويلة لإعادة بناء الإنسان السوري، الإنسان المكافح، الإنسان المجتهد، الإنسان المثقف، لمحو الجهل، لمحو أفكار العبودية من رؤوس الخلائق أيضا. نحتاج 2 3 4 5 والله أعلم. بس أحب أنا أنوه على شيء قبل الثورة أستاذي إذا تسمح لي بدقيقة. فضل. واحدة فضل. طبعا هاي لازم نتذكرها لأنها هاي شيء راسخ في رؤوس الكثير من الشباب. نوه أنه لا يوجد أول شيء في سوريا مجتمعين، مجتمع جديد ومجتمع قديم. احنا كلياتنا بالاصل كنا مجتمع واحد، لكن الظروف هي اللي فرقتنا شوي. يعني احنا مشكلة الشباب السوري بشكل عام كانت ليست مع بعض، انما قام شباب او جزء من شباب سوريا على النظام وصف، واحدث مشكلة بين الشباب السوري فيما بينهم، وهاي مشكلة كبيرة جدا. النظام السوري عمل على شيء على مدى 40 عاما، هي قبل الأحداث، خلينا نذكر على مدى 40 عاما عمل النظام على زرع فكر الولاء ولا شيء غير الولاء، فأكفن الخوف أو فأكمن الخوف والرعب في قلوب الكثيرين من الشباب، مما جعل في نفوس الكثيرين عدم القدرة على اتخاذ القرار، فدخل الشباب في دوامة الثقة مع نفسه، ذلك بسبب زرع فكر محدد وهو البعث ولا شيء غير البعث، لأن الشاب يولد من رحم أمه طليعيا ثم يفطم عضوا عاملا ليشب على فساد الإدارة. أغلب شباب اليوم اللي ما تدخلت بالثورة واللي نسبتها فوق 50%، هي أثرت على 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 أخذ قرار للشباب الموجود اللي إحنا اليوم موضوع حلقتنا عم نتكلم عنهم. هذا إرث قديم أيضا على مدى 40 سنة تأثر به الشباب. طب يعني السؤال هون بيطرح نفسه، يعني ما بعرف، دائما بيقولوا إنه شباب هن اللي قاموا بالثورة، وهذا كان بالحقيقة. هلأ وين الشباب من هاي الثورة؟ وينهم؟ يعني الشباب عم بيهاجر، يا مثل ما سمعنا باستطلاع الرأي انه هو ما انه متصالح مع واقعه، يا اما بالنصف الاخر من سوريا. يعني صار في عنا جدار برلين، برلين الشرقية وبرلين الغربية، ما يعني شو الخلاف او الاختلاف بين الشيء اللي صار ببرلين والشيء اللي عم بيصير عنا هلا والجدار اللي بيناتنا؟ تمام، سؤال جميل جدا. هلأ الثورة احنا نقسمها الى قسمين، وانت على اطلاع بهذا الامر. الثورة لما بدأت بسوريا بال2011 كانت عفوية، كانت صادقة. اليوم احنا بال2019، منذ اكثر من 3 سنوات الثورة انحرف مسارها، لنكون صريحين يعني. او قتل الشباب اللي كان ثائر صادق وبقي منه هنا قليل همش، واخذت مفاصل الثورة حاليا اشخاص غير أكفياء. فجعل هذا الشباب يهرب من الواقع، لم يعد يريد الثورة، أصبح يقارن ما بين الثورة أو الثوار والنظام، وهي طامة أيضا علينا. هذا اللي جعل الشباب يفكر بالهجرة، يفكر بالخروج، اللي كان بيسميها ثورة صار يسميها أزمة، بسبب عدم وجود برامج توعية للعناصر الثورية لدخول
فئات الارتزاق، فئات الوظيفية، أثر على فكر الشباب بصراحة. يعني هو يعني الشباب وقعوا بالفخ يلي نصبوا النظام. طيب بجميع الأحوال أنا بدي أتشكرك الناشط الإعلامي الأستاذ نذير جعفر على وقتك اللي أعطيتنا إياه بهاي الحلقة. شكرا لك، يعطيك العافية. الله يبارك فيكم جميعا، جزاكم الله كل خير. تحياتنا لك. طبعا يعني ما بدنا نختم، معنا اتصال يبدو. مساء الخير. مساء الخير نافع. ألو، مساء الخير. كيفك نافع؟ تحياتي. نافع، تحياتي لك. نعم، يعني عم تحاكينا من جرابلس ما هيك؟ نعم. نعم، مشكلة الشباب السوري. هلا أنت موجود بجرابلس، كيف بتشوف الوضع عندك؟ الشباب يعني هنيك على هوا رؤيتك بالعين المجردة من وراء الكاميرات مثلنا، بتشوف أن الشباب متصالحين وقبلانين الواقع اللي هنن فيه؟ نسبة الأشخاص اللي هنن إجمالا ما بيعرفوا لوين يروحوا، لأنه هنن لا كانوا جزء من الثورة وليسوا جزء من الثورة، طبعا بناء على رغبتهم هنن، مع احترامنا لرغبتهم. بداية أستاذ الكريم، تحية لك ولضيوفك الأعزاء ولجمهور إذاعة وطن FM. بالتأكيد أستاذي، الإنسان لا يخرج من بيته ويفضل العيش في مكان آخر بعيدا عن بيته إلا إذا كانت هنالك أسباب وظروف قاهرة أجبرته على هذه الهجرة. نعم، معك. نعم، وأجبرته على نعم نعم، معك، سامعك، تفضل. فصل الخط مع نافع. ما بعرف إذا يعني أنا كان بهمني أنه أسمع وجهة نظره بهذا الموضوع، وخاصة أنه هو شخص موجود بالداخل السوري، فهو ممكن يعني قد ما كان ينقلنا ولو نسبة منيحة من الحقيقة الموجود. نافع معنا صار. أيوة نافع، نحن عم نسمعك. نعم، تفضل تابع. أستاذ الكريم. نعم نعم، تفضل، أنا عم بسمعك، تفضل. كنت عم تكمل فكرتك. نعم، بخصوص الشباب الموجودين بالداخل. يعني كأنه الصوت عم يتأخر، الصوت عم يتأخر ليجي لعندك نافع. نعم نعم أستاذ الكريم، بالتأكيد هنالك أسباب وظروف قاهرة تجبر الإنسان على ترك منزله الأصلي و البحث عن منزل آخر يعيش فيه، وتبديل بيتي الجميل بخيمة صغيرة يعاني فيها صعوبة البرد في الشتاء والحر في الصيف مع أطفاله الصغار. نعم. شبابنا اليوم أستاذي الكريم يعاني ما يعانيه في المخيمات ومخيمات النزوح وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، لكن لا بديل هنالك أمامه. إما الحياة في خيمة صغيرة يعاني فيها مع أطفاله الصغار البرد الشتاء الغارس وحر الصيف الشديد، وإما العودة إلى مناطق النظام حيث المصير المجهول، لا يعرف ماذا ينتظر هنالك عند النظام بسبب الفلتان الأمني والإجراءات الغير إنسانية. طيب نافع، يعني هذا اللي كانت بدك تقوله، كان بدك تقوله. إيه. طيب أنا بدي أشكرك. نعم أستاذ. نعم أنا بدي أشكرك. إيه. نافع كنت معي وشكرا لمداخلتك ولرأيك، يعطيك العافية. الله يعافيك أستاذي، أهلا وسهلا. أكيد طبعا مستمعينا، بهيك بنكون وصلنا لختام حلقة جديدة من شباب سوريا. حاولنا قدر الإمكان أنه نلم بوضع الشباب السوري بالداخل السوري إحدى أجزائه، إذا بنقدر نقول، أو هلأ صرنا تحت أمر الواقع يبدو. فقد كانوا متصالحين مع المجتمع اللي هن فيه أو مع البيئة الجديدة اللي نحطوا فيها داخل سوريا. حاولنا قدر الإمكان نلم بمختلف الجوانب، نتمنى أن نكون وفقنا ولو بجزء صغير من الموضوع. بدي أتشكركم وأتشكر بالإعداد والتنسيق سمية طه وبالإخراج مؤيد عبدالله، على أمل أنه نلقاكم بالحلقة الجاية. من هون لوقتها، ضلوا بخير.